وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واسكى صلوات الله وتسليماته على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، ثم اما بعد. ان شاء الله عز وجل ايها الاخوه الكرام، حديثنا سيكون بامر الله تعالى حول نقطتين. النقطه الاولى زكاه المال الذي لا يمكن للانسان ان يتصرف فيه، هو ماله بس مش عنده، مش عارف يتصرف فيه تحت ظرف معين او ظروف معينه. والنوع الثاني هو اموال الودائع، الوديعة الموجودة في مصرف من المصارف أو بنك من البنوك أو ما شابه ذلك. هو الأصل أن الحديث سيكون عن حكم زكاة أو كفيل زكاة أموال الودائع. أنا حبيت أقدم بهذه المقدمة فيما يتعلق بالمال الذي لا يمكن التصرف فيه. أولا لابد أن ندرك من البداية أن من شروط الزكاة، زكاة المال، المال المزكى، لابد من الملك التام. الملك التام، الملك التام يعني يكون بتاعك وعندك حرية التصرف فيه. فلو المال مالك وانت مش قادر تتصرف فيه، يبقى ده الملك ملك غير تام. شوف ربنا سبحانه وتعالى ما يذكر لنا في سورة التوبة، يقول خذ من أموالهم. كلمة أموالهم هنا تعني ايه؟ تعني الملك التام، له حرية التصرف فيه. طيب في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ بن جبل رضي الله عنه الى اليمن قال له عده امور، من ضمنها قال له كده: واخبرهم اعلمهم ان الله جل وعلا قد افترض عليهم زكاه تؤخذ من اموالهم من اغنيائهم. يبقى دي كون ان الصدقه اصبحت واجبه، النبي يقول ايه؟ صدقه في أموالهم. يبقى لابد أن يكون الملك الملك التام. كون أن المال يكون عندي، أو بمعنى أدق المال بتاعي، لكني لا أستطيع التصرف فيه، الملك هنا اسمه ملك إيه؟ تام ولا ناقص؟ ناقص. طيب ما حكم أخذ المال، حكم زكاة المال المملوك ملك ناقص؟ المال المملوك ملك ناقص بيسميه الفقهاء، بيسموه المال الضمار. الضمار بمعنى ايه؟ هو المال المفقود. واحد معاه مال سقط منه في البحر، وهو عارف سقط في مكان معين وعمال بيدور عليه يوم واثنين ولسه وعنده امل، ملك تام ولا ملك ناقص؟ ملك ناقص. واحد عنده مال، واحد اغتصبه منه، هو ماله وهو عارف مين اللي اغتصبه، فلان ابن فلان. طيب قاعد عنده بيجري وراه وبيشوف جلسات عرب ومش عارف ايه وكلام من ده، ملك تام ولا ملك ناقص؟ ملك ناقص. لو افترضنا ان واحد عنده مال وعانه في مكان معين، حتى لو في داخل بيته وعمال بيدور يطلع فوق ينزل تحت يحط شمال يروح يمين، المال موجود لكنه هو مش عارف هو فين، ملك تام ولا ملك ناقص؟ كل ده يدخل في المال اللي بنسميه الملك الناقص. ربنا ابتلى الناس في العصر الحديث، ودي سنة أبو جهل، هي مصادرة الأموال. واحد عنده مال لكن جه حاجة كده يقول لك إيه؟ صدرت أموال، والمال بتاعه أو بيحطوا عليه حاجة كده اسمها إيه؟ الحراسة. يبقى المال ما هوش مال، هو ماله يعرف، وهو عنده ألوف مؤلف ملايين ومليان، لكنه لا يستطيع أن ينفق دولار واحد أو جنيه واحد أو دينار واحد. يبقى ده مال بتاعه ملك كامل ولا ملك ناقص؟ ملك ناقص. اختلف الفقهاء في هذا المال، يزكى ام لا يزكى؟ القول الاول قالوا انه لا زكاة فيه حتى يصل الى يد صاحبه، من اول ما يجي عند يد صاحبه قعد بقى سنه اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته عشره لا زكاة في هذا المال. لماذا لا زكاة في هذا المال؟ قالوا هو ماله لكنه لا يملكه، بمعنى انه لا يستطيع التصرف فيه. يبقى ده كانه عنده موجود، يعني لا زكاة فيه حتى ياتي اليه. القول الثاني قالوا بان هذا المال لا زكاة فيه مطلقا، لا زكاة فيه مطلقا. الاولاني خلي بالك، اول ما يجي قالوا انه لحد ما يصل اليه يزكي. القول الثاني قالوا برضه ما يزكيش، بس لما يصل اليه بيبدا حول جديد. في فرق ولا ما فيش من الاثنين؟ في فرق سنة. الله ينور عليك.
الاولاني ما فيش ساعد، الاولاني ساعد ما يجي في ايده وطلع. الثاني قال له لا 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 استنى استنى ايه، قال له لا ده يجي وبعد ما يجي ياخد له حول، اذا كان بقى في شهر رجب يستنى الرجب القادم، اذا كان في شعبان يستنى شعبان، في محرم يستنى محرم، فهتفرق سنه. القول الثالث واصحاب هذا القول قال ياخذه ويزكيه زكاه عام واحد خلاص، وده قريب من القول الاول. وانا صراحه اميل الى هذا القول. ليه اميل الى هذا القول؟ لان المال في حق الله وحق الفقير، وفي مصلحه للغني وفي مصلحه للفقير. لو ما طلعش زكاه في مصلحه مين؟ ها؟ للغني. ولو طلع يبقى مصلحه مين؟ للفقير. طيب لو ما طلعش مين المتضرر؟ الفقير. يبقى بنقول له تعالى يا اخي الله يبارك فيه، مال كان ضايع وربنا اكرمك بيه والحمد لله رب العالمين واتى اليك، فمن باب شكر المنعم على نعمه يبقى يزكي عنه ايه؟ مره واحده. بالمناسبة يدخل في مثل هذا لو انت لك مال عند واحد من الناس دين. انا اعتقد كده لو قلت مين اللي له دين عند بعض الناس وبقالك سنة واثنين وعشرة ما استحب راسه وديه ورجليه عشان يجيب لك فلوسك، مش كله بالمنظر ده؟ وما انتش عارف تاخد الفلوس، لما ربنا يجيبها لك بقى تعمل ايه؟ زكي عنها زكاة. ده انت لو سألت واحد يقول لك ده انا من سنك مش عارف مين. دي أرزاق وأقدار، والله جل وعلا يبتلي في الصحة ويبتلي في المال، فليحمل الإنسان ربه. فإذا أتى المال إليه وده بقى يعني تعالى قولي السلام عليكم، تعالى سلم علي لما المال ده يرجع لك إن شاء الله عز وجل. خدت بال حضرتك؟ لإني اللي عايز يؤدي بيؤدي من البداية، أما الذي أخذ ولا يريد أن يؤدي مش يؤدي عمره إلا ما ندر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. اللي بياخد منك ده وما بيرجعلكش، اوعى تتخيل انه هو حتى والله لو بقت عنده كنوز الدنيا ان ربنا هيبارك له، والله لن يبارك الله جل وعلا في هذا الصنف من الناس.